هي وينترك وين رايحة أو وين جاية. وبدي استثني الزميلة طارق سويد. لا أنا بدي أخبرك عن طارق. لا ما أنت استثنيناه. لا أسألي ما فيني خبرك عن الغرام اللي خبرني عنه. غرام لوش إنه بيموت فيي ومش قادر يعيش من دوني، وأنا حب حياته وغرامه وقلبه. عن جد؟ وأنت مين حب حياتك وغرامك؟ طروقة. عم تعلني على الهواء؟ طارق شد حالك. وقد تم اعلان على الهواء علاقة طارق سويد ورولا صعب. طارق شد حالك وجلس كتفك وتقل حالك على البوف. شوفي شو بدي رد لك خبر ما بعرف. تفضل. ما فيك. خذ وقتك حبيبي. ما في شيء معجب مثلا هيك كان كثير ملح ومسر وكان يلحقك من مكان الى اخر. في كثير مبلا ومنهم بنات كمان. خبريني شو اكثر معجب هيك علم بحياتك الفنية؟ في ضوء عم بيخفض لما نكون نحن الاضواء موجودين. في كثير اضواء الباقي بتخفض. حسيت ناس في واحد اسمه هادي بيلعب عرضك. شو صح؟ ليش خلينا نحكي شو اسمه؟ هادي. هادي؟ هادي. بنقول له هاي لهادي. هاي هادي. شو بيعمل هادي؟ هادي هو مش من هون. من اي بلد؟ من تونس. من تونس. بنقول له كيفش الحال اليوم؟ يا حياتي. بنقول له شبول لوز دايما منبوز. شو يعني؟ شبول فريز ان با اليز. انا اتكلم التونسية ايضا طارق. تفضلي رولا كافي. بس هو ما بيحبني انا احكي عنه. ليه؟ لانه بتغار خطيبته. هو خاطب؟ هلا مؤخرا. وهل بتعتقدي ممكن يترك يا دلي انا عم بحكي زي ما طلع؟ لا يا خيي. أنا مو عادية. كل ضيف بيجي بيفل بيحكي هيك. أنا كالفيروس وين ما بروح بتفشى. يدلك أنا. بعدك. رولا شفناك بكليب مميز جدا مع مهند يلي مع أنا صرت أحكي كم كلمة تركية. باركينجو اسكريم يوغوريت. ولكن بعدني ما حفظت اسمه. خبرينا هل العلاقة يلي ربطتك فيه كانت فقط من خلال العمل يلي قدمتوه او صار في شيء وراء الكواليس والبارافانات وفي الكرفانات؟ الله يوفقك. ليش مش حلو؟ كيف خليتي تطير من ايدك؟ ليش عم تضحكوا؟ بدنا نشد حالنا. اتركوا شيء للاسئله الباقيه. لحظة صح خفي عيون الحسين. تفضلي رولا جيبي عن مهند. بقول شو اسمه؟ كيفان. كيفانش. 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 يا حلو. لأنه حلو انه بس بدك تقولي اسمه مجبوره تسنطري شفافك. كيفانش. حلو. حبيت. رولا خبريني عنه كيف كان خلال التصوير؟ هل عن جد دق قلبك او هو دق قلبه او زحطتي ووقع او هو زحط ووقع؟ هو ما زحط ولا انا زحطت ولا دق قلبي ولا دق قلبه. بس هيك طلعنا ببعض هيك. بس وبعدكم على اتصال؟ ليش عم تلعبي بالاكستنشن؟ الله لا يوفقك. لحظة هلا لأنه السؤال محرج وتذكرتي ذكريات حلوة من التصوير عم تلعبي بالاكستنشن. أنا خسلي حبيبتي خسلي. أخي الله يا عواطف. اوكي ما بدك تجاوبينا عن مهند. بعدكم على اتصال بيعمل كريست كول بتعلمي له بيعلم لك تشات هو حلو بيعلم لك الك. اوكي بحب السكر اكثر من اللي شعره بني. ايه في هديه قيمه